ازيكم؟ حلقة جديدة من حلقات شارع النهار على قناة النهار. شارع النهار بيجي من السبت للأربع كل يوم من السبت للأربع بداية من الساعة 5. النهاردة الشارع هيبقى مشرفني منورني كده ضيوف لذاذ جدا وفقرات جديدة أول مرة نتكلم عنها، بس طبعا تبقى الفقرة الرئيسية هي فقرة المطبخ ومشرفني منورني فيها ندى. ازيك يا ندى؟ ازيك يا حسام؟ عاملة ايه؟ ندى هتعملي لنا ايه النهارده؟ ندى سعد هتعملي لنا ايه النهارده؟ النهارده هعمل جريك يوجرت اللي هو الزبادي اليوناني، طريقه ان احنا نقدر ان احنا نعمله في البيت بالانجريدينتس اللي موجوده عندنا كلنا في البيت. تاني حاجه هتبقى وان بوت باستا، اللي هنعمل مكرونه في بوت واحده، مش هنسلق ونعمل صوص بره ونعمل نقطع الحاجه، لا هي كلها في حاجه واحده. بتحبي المكرونه قوي؟ ايه اكتر اكله بتحبيها؟ المكرونه والاكل الشرقي عموما. انا عايز اقول لك الاكل الشرقي اللي احنا اتربينا عليه بقى، يعني ريحه الملوخيه وريحه المحشي والكشري، الاكل الشرقي عموما. والحمام. ايه اكتر اكله حضرتك بتحبها؟ الاكل البيتي. الايه بقى؟ المكرونه على الفرن. المصري ولا الفرنسي؟ الاثنين شغالين، بس المصريين اون دو اكل كويس. ايه اكتر اكله مصريه بتحبها؟ انا بهاب الفته بالكوارع. الفته بالكوارع؟ ده انا عمري ما اكلت كوارع. الطاجن العكاوي. طاجن العكاوي. اوكي. فالاوزي مشوي برضه. لا ده انت داخل بتقولك. طب خلينا نشوف دلوقتي ايمان رمضان مشرفاني ومنوراني في شارع النهار. ازيك يا ايمان؟ ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ايمان هتعملي لنا ايه النهارده؟ هتكلمينا في ايه؟ بصي بقى، كل الحاجات الهيلثي، يعني انا مع ندى قوي في الحاجات اللي هي قالتها بحبها جدا. احنا ازاي ندخل العسل بتاعنا في الاكل؟ انت ايمان انت عندك منحل. مناحل. عندك مناحل، وهتكلمينا بقى عن كل انواع العسل. ايمان رمضان يا جماعه هتكلمنا على كل انواع العسل. العسل السدر الجبلي اللي انا بسمعه. العسل السدر، وعسل رحيق الازهار، وعسل النواره، وعسل الموالح، وعسل النبات. لا كتير يعني. من الاخر كده ايمان رمضان خبيره صناعه العسل، ولو عندكم اي استفسار الحقوا ابعته لنا برده على السوشيال ميديا، علشان ايمان هتقول لكم ايه هو شمع العسل، عسل الموالح، السدر الجبلي، ايه الفرق ما بين العسل الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، حاجات كتيره جدا كتير. غذاء ملكات النحل كتير. بص كمان الناس مشتقات العسل، هو عامه عسل النحل ومشتقاته عالم، كل اللي بيحتاجه الجسم من فيتامينات او معادن من A to Z موجودين في عسل النحل ومشتقاته. لو قعدنا نتكلم عن فوائد العسل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح والبروبلس عايدين سنين، بس هنحاول نختصر النهارده. معانا بقى ايمان رمضان هتقول لنا النهارده على كل حاجه ليها علاقه بالعسل. طبعا مشرفني منورني استاذ باسكال مورون. طب استاذ باسكال بس اهو مشرفني منورني استاذ باسكال مورون، قول لي بقى حضرتك اجنبي عايش في مصر صح؟ بقالك قد ايه؟ من 22 سنه. من 22 سنه، دي بقى فقره جديده هي فقره الاجانب في مصر. حد بقى، وطبعا استاذ باسكال هيقعد هيقول لنا حضرتك متجوز مصريه. بالك دي حاجة حلوة على فكرة. مش عايز بشكل. لا ده عايش في مصر أكيد بقالك. خلاص بقى مصري. خلاص قلبت مصري. بقالك قد إيه عايش في مصر؟ أنا بقولك أنا جيت في الشهر 4 97. من سنة 97. بقالك تقريبا 20 بقالك قد إيه متجوز مصرية؟ 20 سنة. طب و جواز السنة 99. أوكي من سنة 99. عمرك سافرتي فرنسا قبل كده؟ لا. عمرك سافرتي؟ لا فرنسا لا. طب ليه؟ ليه؟ انت هيبقى حضرتك بقى هتحكي لنا عن اكتر اكتر حاجات تجربتك في مصر عامله ازاي؟ ايه اكتر حاجه بتحبها؟ ايه اكتر حاجه نفسك فيها؟ ودي هتبقى فقره جديده اسمها فقره الاجانب في مصر، اللي هو على قد ما بنقدر بنعمل حاجه زي سينرجي، زي ما بين تبادل الثقافات فيما بيننا، هو نفسه ايه اللي يحصل في مصر وحاجات كده. ايه رايك في الفقره دي؟ لا فقره حلوه جدا جدا. إيه رأيك؟ جديده ومختلفه. طيب يبقى احنا النهارده هيبقى معانا المطبخ، هنتكلم على جريك يوجرت، ومعانا العسل، وعلى فكره انا هعمل لكم وصفات بالعسل للبشره رائعه، جهزوا معايا ورق وقلم، هعمل لكم وصفات بقى بتنور كده الوش. بصي بقى يا ندى، احنا في شارع النهار بيبقى دايما معانا مقدمه، المقدمه دي يا الا بنقول احصائيه، يا الا بنقول حاجه دمها خفيف، او يا الا بنقول اخبار غريبه. فوانا داخل النهارده كده ادوني القرعه بتاعتنا، لقيت خبرين غراب، واحد غريب وواحد خبر كده.
طبعا اللي زي حالاتي الناس اللي عندها صلعة يعني هيبقى عندهم حاجة لطيفة جدا جدا حتى لو في زراعة الشعر. الصلع يعتبر من أكتر الحاجات اللي بتضايق الرجالة كتير جدا. وعلى غرار ده حصل في مانشستر، لا حصل إن هم بدأ افتتاح أول بنك لزراعة، أول بنك للاحتفاظ بالشعر جوه، يعني بياخد شوية من الشعر وأنا لسه صغير ويحطه عندهم ويدفع $3,200 علشان أول ما يحصل حالة الصلع أو أما يبقى الشعر تماما مش موجود يبتدي يحقنه تاني من نفس شعره ويطلع بالظبط 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 كأنك أنت ما عملتش عملية زرع شعر. فدي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى صورة هتطلع معانا ونعلق عليها، ومحتاج برضو إيمان تقولي لي رأيك فيها إيه. أوكي. الصورة هتطلع هنا، دي بنت أو سيدة قررت إن هي تبقى تاخد قررت إن هي يبقى شكل الأنيميشن بتاعها، تاخد الشكل ده يبقى طول عمرها الكرتوني، إذا شكل الكرتون. إن هي تخس وهي واحدة أمريكية اسمها كيتي كاستل لو أنا بنطقها صح، يعني تقريبا صرفت حوالي عشرات آلاف دولار علشان تخلي منظرها بالشكل ده، إن هي تبقى شكلها عامل زي الدول بالظبط، أو يبقى شكلها عامل زي هي، ده كان شكلها. أوكي. وبعد كده قررت إن هي تغير أهو بقى كده. تخيلي. لا نرجع تاني نشوف الشكل. ده بيأكد التأثير والتأثر بقى، يعني ده كان شكلها بيفور أفتر. بعد ما صرفت وقعدت تتفرج على كرتون كتير قالت أنا عايزة يبقى شكلي كوبي بيست زيهم in terms of الجسم وin terms of الوش والحاجات دي كلها. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ لازم أنا جرب بدل شو انا جرب في البكريه لازم تجرب في الناس الاول. هل ممكن يا ندى تعملي حاجه زي دي يوم في اي ايام؟ انت تبقي متاثره جدا بشخصيتك. بص هقول لك على حاجه، اي بليف في حريه الاختيار، كل واحد حر ان هو يعمل حاجه اللي هو عايزها، بس برضو كل واحد لما بيجي يعمل حاجه بيبقى في تاثير عليه نفسي او تاثير من حاجه من زمان. فممكن هي مثلا انا ما اعرفش، بس ممكن هي بالنسبه لها نفسها ترجع وتعيد التشايلد هود بتاعتها تاني، النوستالجيا. اكزاكتلي. فده ممكن يبقى سبب من الاسباب. طب وانت ايه رايك يا ايمان؟ والله هو التاثير والتاثر ده موجود، يعني في ناس كتير قوي بتتاثر بشخصيات لدرجه عندي احساس ان هو اوفر شويه. هو طبعا اوفر. هو حلو ان احنا نستخدم التاثير والتاثر في حته الايجابيات، مهم قوي لو لقيت ايجابيات كويسه تتناسب معايا اتعلمها، لكن كون انها تحول لشخص تاني لا، شايفه كتير يعني ضد ده. اه طبعا. وحاسه انت في الاخر شخصك يعني معروف في اوروبا حاجات زي كده، الناس ازرقه في السنه الستينات والثلاثينات، فعايز البس اللبس وعايز اعمل زي مثلا تشارلي تشابلين، وازرقه بالوقت مارلين مونرو، وازرقه بالوقت في فرنسا بسان ويد دو فينيس. فالناس عمل عادي بالفورم بالبرنامج، مثلا الروك ستار في ناس البسوا زي الروكستار، عمل الهيركوت زي الروكستار، عايز اعمل العمليه بالواتيفر بالبوتوكس، عايز اعمله زي الشكل الروكستار. فدي دي فاشن اليومين دول، دي حاجه معروف جدا في اوروبا. طب وحضرتك ممكن تو بريسيف او تستقبل الشكل ده ازاي؟ ان دي حاجه طبيعيه ولا حاجه اوفر ولا حاجه؟ لو النهارده بنتك مثلا قالت لك انا عايز اصرف $30,000 علشان خاطر اخلي شكلي زي جينيفر لوبيز مثلا، يا ريت. لا. طب زي ايه؟ زي اي حاجه، زي بوكاهانتس، زي اي حاجه كرتون، ايه رايك مع ولا ضد؟ طبعا يعني دي ممكن الناس مش مبسوطين من جوه من نفسي، فعايز ايدنتيفيكيشن مع ناس ثانيه عشان تو فيل احسن. ده ممكن بسيكولوجيا يعني ات ذا اند اوف ذا داي، يعني الموضوع ممكن يطلع بالفورم بالديزاين مع النيوتريشن. في الاخر انت شخصك انت شخصك، يعني بتاخد الحاجات اللي بتتاثر او بتتناسب مع شخصك، لكن كون ان انت تتحول من شخص لشخص فانت مين فيهم؟ انا بتعامل مع مين؟ صح عندك حق. انا بتعامل مع مين؟ عندك مزبوط. حق مليون في المية. ندى انت ممكن تعملي كده في يوم من الايام؟ لا نو واي. انا دايما بحب اي حاجه طبيعيه، مش بحب اي حاجه تبقى ارتفيشال، مش بحب اي حاجه تبقى مصنعه داخل فيها تصنيع بني ادم. كل ما الحاجه بقت طبيعيه انا بحبها كده زي ما هي.
ودي بقى كانت الفقره بتاعتنا بتاعت النهارده، هل انت ممكن تتاثر بحد لدرجه ان انت ممكن تقلده وتعمل عمليات وتصرف 20 و30 و40 و50؟ في ناس بتبقى عايزه تبقى زي سوبرمان، وفي ناس تبقى عايزه بتعمل حاجات وبتعمل عمليات كتيره جدا، وفعلا ممكن تبقى حاجه سايكولوجيكال ان في واحد مش متقبل نفسه او ذاته، فعايز يبقى شخصيه تانية زي ما انت قلتي. بس في نفس الوقت احنا هنتعامل مع انهي شخصيتين؟ دي كانت المقدمه بتاعتنا في شارع النهار. هيبقى معانا ندى هتعمل لنا الجريك يوجرت والباستا، وبعد كده ايمان هتكلمنا على كل انواع العسل. هعمل لكم انا ماسكات ليها علاقه بالعسل للبشره، جهزوا ورقه وقلم، ده انا هعمل لكم بقى شويه حاجات وهعمل لكم حاجات للشعر، وهيبقى مشرفني ومنورني استاذ باسكال. احنا بقى ما اعرفش هنتكلم في ايه، بس احنا هنقعد ندردش في حاجات كتيره جدا، فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنوا رجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي بقى فقره المطبخ. ما شرفني ومنورني ندى سعد. ازيك يا ندى؟ ازيك يا حسام؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه اخبارك؟ شرفتينا في شارع النهار. ميرسي. هتعملي لنا ايه النهارده بقى؟ النهارده هنعمل تو ريسيبيز. هنبتدي الاول بالباستا، هي وان بوت باستا، مش هنقعد بقى نغلي في حله ونعمل الصوص في حله تانية، لا هي كله في حله واحده. ماشي. وهنسيبها بقى تستوي، وهنعمل مع بعض الجريك يوجرت اللي هو الزبادي اليوناني. طب يلا قولي للناس الوصفه بتاعت المكرونه. بص، وصفه المكرونه هيبقى معانا مكرونه، شوربه، كريمه ولبن، وبودره ثوم، بودره بصل، جوزة الطيب، طبعا زيت وزبده، وبابريكا وصلصه وريحان. يلا بينا. اوكي يلا نبتدي دلوقتي. هنحط زيت. ايوه. ومع الزيت هنحط زبده. ليه بنحط زيت مع الزبده؟ علشان الزبده لو حطيناها لوحدها هتتحرق. اوكي، فانت بتحطي شويه زيت عليها. فاحنا بنحط زيت علشان الزيت بيمنع الزبده من ان هي تتحرق. اوكي. اوكي، هنسيبها بس شويه كده. قولي لي يا ندى، انت امتى فكرتي ان انت تعملي انستغرام بيج وتبداي في هي اسمها ايه اصلا الانستغرام بيج؟ ندز فود افير. ندز فود افير. ايه بقى اللي خلاكي تبداي تعملي الانستغرام بيج؟ بص، انا يعني اي بليف ان انت يو شود فولو يور باشن. لازم تتبع الشغف بتاعك او مزبوط. حب الحاجه اللي بتحبها. مظبوط. هتبتدي في الاول از هوبي، وبعدين هتتحول لبروفيشن. أوكي. هتبقى دي شغلتك، تبدا بهوايه وتنتهي بهوايه وهتنتهي في الاخر. يعني انا طول حياتي من ساعه ما اتخرجت بشتغل في التسويق. اوكي. ويعني تقريبا 12 سنه تسويق، فان انا اخد القرار ان انا لا انا هسيب الكوربريت لايف وهكمل في الباشن بتاعك. ات وازنت ايزي طبعا، ما كانش سهل خالص. بص دلوقتي هنحط، لا سوري مش هنحط الباستا الاول، في تريك ممكن نستعملها دلوقتي عشان الناس تعرفها. بيبقى حلوة قوي ان كل البهارات اللي عندنا اللي هنستعملها نحط نصها في الاول مع الزيت والزبده. ليه بنعمل كده؟ علشان احنا كده بناخد ماكسيمم فليفر من البهارات. اوكي. اوكي، بتاخدي اكتر، بتسخنها اكتر نكهه من البهارات. من البهارات. في لما تحط نصها في الاول ونص في الاخر. بالظبط. انت حطيتي بابريكا، حطيتي بابريكا، بودره ثوم، وبودره بصل. ايوه. اوكي، ودلوقتي هنقلبهم. عايزاني اساعدك في حاجه؟ هتيجي في الثقيله. ماشي. طب كملي لي، فقررتي ان انت تسيبي الكوربريت لايف او الوظيفه الدائمه؟ مظبوط. استني يا ندى، هو انت بتحطي المكرونه من غير ما تسلقيها؟ بحط المكرونه من غير ما اسلقها، وهي دي الفكره في التكنيك ده. اوكي؟ وهبتدي دلوقتي اسخنها مع الزيت. ممكن دلوقتي نبتدي نعلي النار شويه. اوكي؟ وهبتدي دلوقتي اقلبها مع الزيت والزبده وكل البهارات اللي حطيناها. انا دلوقتي كل اللي عايزه اعمله ان انا اغطي المكرونه بالزيت. كلها والبهارات تبقى متغطيه. دلوقتي حتى انت لو قربت هتلاقي ابتديت تشم ريحه البهارات كلها، فطبعا كل ده هيرفلكت في الاخر على الطعم. اوكي. اوكي، انت ايه اكتر اكله بتحبيها انا ده؟ بص هقول لك على حاجه، انا مينلي اكتر حاجه مركزه عليها بعمل حاجات جديده، والحاجات الطبيعيه اللي احنا عارفينها بعملها وذ تويست، يعني بغير فيها شويه. ايه الحاجات الجديده اللي بتعمليها بقى؟ حاجات كتير قوي. يعني مثلا عارف السالد اللي هي الكابريزي؟ اللي هي الموتزاريلا بالصوص البيستو، لاني ممكن اعمل مثلا اي حاجه تانية تبقى انسبايرد من الكابريزي. اوملات بالكابريزي، ساندويتش معمول من فكره الكابريزي. مش بس السلطه، بتاخدي انت منها الروح بتاعتها، الانسبيريشن بتاعتها، وبغير بتعملها في حاجه ثانيه كومبليتلي. المسقعه مثلا، تاكل مسقعه تلاقي نفسك بقى مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل حاجه.
عملتها بدل ما دلوقتي الشوربه. اوكي حطينا الشوربه وبعدين هنحط اللبن. لا دي كومبليتلي جديده، دي كومبليتلي ديفرنت، دي جديده تماما. أوكي. لبن على المكرونه. يس. اوكي ها هنسيبها بقى كده تغلي وتستوي شويه. ها وبعدين هنبتدي نحط عليها الكريمه. تمام. والصلصه، الصلصه طيب. مش هنحطها دلوقتي. طيب يعني انت دلوقتي انا ده حطيتي الزيت وحطيتي الزبده مع بعض، قمتي حاطه وبعد كده حطيتي البابريكا وحطيتي بودره الثوم وبودره البصل، وبعديها حطيت الشوربه وبعديها حطيت اللبن. حلو قوي. اوكي هنسيبها بقى تغلي، هنسيبها تغلي وهنخش بقى ايه على الجريك يوجرت. يلا بقى ماشي وريني. بص الجريك يوجرت دول ايه الفرق ما بين الجريك يوجرت وما بين اليوجرت العادي النورمال يوجرت؟ هناخدهم هنا بره. يلا بينا. اوكي ده الجريك يوجرت بعد ما اتصفت. اوكي دي الزبادي العادي. بص لو في هنا معلقه. ايوه شايف الكونسيستنسي دي الزبادي العادي عامل ازاي؟ التكستشر مختلف تماما. التكستشر مختلف. شوف ده ارفعي كده امسكي المعلقه اهو. ده الجريك يوجرت او زبادي اليوناني، وده الزبادي العادي. العادي ايه بقى الفرق؟ الفرق في ايه؟ الفرق ان ده زبادي متصفي، فده بيبقى مكثف. مكثف بيبقى كريمي اكتر، فوايده بتبقى اعلى بكتير من ده. بس يعني ده نفس الكميه بتاعت ده. اوكي الفرق دي الميه اللي بتطلع منه. دي معلومه بقى مهمه فعلا. ودي بقى مش بنرميها، دي بنستخدمها لو هنعمل بيكنج، هنعمل بيتزا، هنعمل عيش، بتخش بنستعملها كليكويد. ليه؟ دي بتساعد على التخمير، بتخمر احسن. اوكي ده كله ممكن ندخله في الواي بروتين والواي شيكس اللي هم الناس الحاجات اللي بتستخدمها في الجيم والحاجات دي بالزبط. كلها بيستخدموها في الحاجات البروتينات وكده. اكزاكتلي. طب قولي لنا بقى بتعمل ازاي؟ ممكن يبقى ماسك للوش. بجد؟ طب قولي يلا للناس. دي برضو ايه؟ علشان خاطر اخدنا الميه بتاعتها وبيتعمل ماسك للوش فبيدي نضاره. مظبوط. ازاي بقى نوصل من الكونسيستنسي دي لدي؟ سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. كل اللي هنعمله مصفه زي دي اهي، بس المهم ان هي يبقى ليها حاجه تحتي. اوكي والمصفه اهي، وهجيب المناديل بتاعه المطبخ، بس اهم حاجه ان مناديل المطبخ تبقى المناديل اللي هي مضغوطه. اوكي يعني مش عايزه الناس تقلق من الستيب دي او تخاف منها، المناديل مش بتلزق في الزبادي. حلو قوي. أوكي. ندى سعد النهارده يا جماعه هتعمل لنا الزبادي اليوناني. ليه بتعمل الزبادي اليوناني؟ لان فوائده اعلى بكتير من الزبادي العادي، لدرجه ان هي قالت لك ان بود او كميه كبيره جدا من الزبادي العادي بيعمل لنا نصها في الزبادي اليوناني، لانه بيبقى مكثف جدا جدا جدا. الميه اللي بتفرق ما بين ده وما بين ده بنستخدمها في حاجات تانية لتخمير العجائن. مظبوط. بلس كمان ان ناس كتيره جدا حتى كانوا بيبعتوا لي على الاكونت بيقولوا لي عشان انا بعمل ريسيبيز كتير بالزبادي اليوناني، لقيتهم بيقولوا لي هو غالي قوي، ان هو 8 و10 اضعاف الزبادي العادي. ليه بقى يا ندى؟ ده يعني ماركتنج، حاجه كده تسويق. يس. بلس كمان مش في مصر بس، في بلاد كتيره بينزلوا براندز بيحطوا انجريدينتس زياده على الزبادي العادي عشان يدي الكونسيستنسي دي. فما بيبقاش الجريك يوجرت الصح. اوكي فهمت. فده احنا بنعمله في البيت، اتس فيري هيلثي، وممكن نعمله من اللبن بقى كاننا بقى ايه فروم سكراتش. بقى دلوقتي كده احنا هنسيبه بنغطيه. اوكي وبندخله المطبخ وبنحطه في المطبخ. يعني ايه المطبخ؟ سوري التلاجة. التلاجة. انا قلت احنا في المطبخ. انا في المطبخ. بندخله التلاجة من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بيطلع كده؟ بيطلع كده، وتحت هنا هتلاقي المية دي بالظبط. اوكي اوكي ويبقى احنا اخدنا حاجة هيلثي جدا جدا جدا. يعني احنا اخدنا الخلاصة بتاعت الزبادي. حلوة قوي. ده بقى هنعمل بيه ايه؟ اوكي ده هنجيبه هنعمل بيه ريسيبي. الريسيبي دي هتنفع هتنفع الافطار، هتنفع العشاء، وهتنفع السناك. يلا بينا. ميزه بقى الجريك يوجرت ان الجريك يوجرت بيخليك ما تحسش ان انت جعان وما بتاكليش حاجات كتير. انا محتاجه معلقه. فين اهي؟ سوري. ما يحسسكيش انك انت بتاكلي حاجه تقيله. اعملها لك. طيب ما بيحسسكيش انك انت بتاكلي حاجه تقيله خالص، وفي نفس الوقت بتشبعي لانك بتاخديها كسناك. مظبوط. اوكي انت دلوقتي المكرونه، بص المكرونه ابتدى اوريدي والريحه كمان يا جماعه ابتدى اوريدي الشوربه واللبن ابتدوا يتقلوا شويه.
ده ليه ده من كل الستارش اللي طالع من المكرونه. اوكي. اللي احنا لما بنيجي نسلق ميه المكرونه بيبقى لونها ابيض. هو ده اللي بيتقل الصوص. اوكي. اوكي. هنا هنحط ميرسي على المعلقه تحت امرك يا فندم. هنحط شيا سيدز طبعا. أيوة. انت عارف فوائد الشيا سيدز عامله ازاي، اللي هي بذور الشيا، ودي بتبقى موجوده في السوبر ماركت عادي جدا نقدر مزبوط. نجيبها بنحطها بقى على الجريك يوجرت اللي هو عباره عن الزبادي العادي والمنديل، وبنسيبه 24 ساعه لحد ما يتصفى وبيبقى الميه لوحدها وبيبقى الجريك يوجرت. بعد بقى ما نصفي الجريك يوجرت ونطلعه بنحط عليه الشيا سيدز، نحط عليه شويه فانيليا. فانيليا بس نخلي بالنا ما نزودش قوي من الفانيليا عشان الفانيليا بتمرر لو زودنا. اوكي. وطبعا عشان النهارده فقره العسل. ايوه. وطبعا العسل مفيد جدا، فحتى الناس اللي ما بتحبش طعم العسل مش هيحسوا بطعمه في الوصفه دي. اوكي. اوكي تمام. اوكي هنبتدي نقلب ده كويس جدا. ده اكيد هيلثي يعني اول ذا واي، يعني اتس فيري هيلثي، وفيها بروتين، فيها انتي اوكسيدنتس، فيها فايبرز، فيها كل حاجه. طبعا كفايه شيا سيدز دي اصلا. بالظبط. بلس بقى الهيلثي فاتس اللي هناخدها من المكسرات والفروتس بفوائدها. اوكي. طب قولي لي ايه اكتر اسئله بتتسالك في الانستغرام بتاعك ندى سفود افير؟ اكتر سؤال بيبقى مينلي على ريسيبيز، بس انا نفسي الناس تفهم الكوكينج تكنيكس، يعني هما يطبخوا ازاي. انت ممكن تعلم حد وصفه وتسيبه، بس ممكن تعلمه يطبخ ازاي وهو يكمل. اوكي. طب وايه يعني هيبقى الطبيخ ازاي؟ طب ما انت لازم تدي لهم وصفه الاول. ما طبعا يعني... بتبقى كده. اه. فهي معظم الاسئله بتبقى وصفات، ومعظمها بيبقى الهيلثي اوبشن بتاع الريسيبي دي. أوكي. يعني مثلا قلت لك المسقعه، المسقعه تتعمل بتنجان مشوي، جربتها كانت تحفه، وتزود كمان طعم. يعني ده يعني مديه نفس احساس المسقعه بجد، مش يعني مش فارقه خالص. مش اصل المسقعه بس مش الزيت ما بيديش طعم. اوكي. الزيت ما بيديش طعم خالص، فانت بتبدل الزيت. ما بتبقاش بتلكم يعني. بالظبط. ان هي بتلكم ليه؟ صحتك. علشان المسقعه بتشرب الزيت. اوكي. وتلاقيها عشان ما تشربش الزيت البتنجان نفسه كله ملح، كله ملح، كله ملح في الاول عشان يصفي الميه بتاعته. ايوه ايوه. فبتلاقي في الاخر ان انت بتاكل حاجه مليانه زيت. اه. فانت دلوقتي بتعمليها مشوي وفي الوقت تاكلي مسقعه اللي نفسك فيها. واللحمه المفرومه بقى في النص بتعملها بطريقه محترمه. لا ده انت في مره بقى تيجي تعملي لنا المسقعه. مسقعه الهيلثي. ده انت اللي تيجي تعملي لنا المسقعه. معانا وقت قد ايه يا جماعه؟ عايزين ناكل المكرونه. يا لهوي على الريحه. بص بقى دلوقتي هنبتدي نحط كوكونات، جوز الهند. جوز الهند دي. أيوة. بقى لو حطينا عليها باينابل بس اللي هو الاناناس، تبقى انسبايرد من البيناكولا ده. خلاص خلاص كده. يبقى انت حطيتي الكوكونات وحطيتي. بالظبط. هنبتدي بقى دلوقتي نحط الفاكهه. اي فاكهه عندنا؟ اي فاكهه موجوده في البيت. ميزه بقى الوصفه دي ان هي اي حاجه عندك في البيت هتعملها. صحيه جدا يا جماعه، وللاطفال هتبقى تحفه رائعه، وفيها الفاكهه وفيها الكيوي. دلوقتي هتحطي كيوي. قولي لي عايزه ايه؟ عايزه سكينه؟ لقيته خلاص، لقيته الجوانتي. خلاص استخدمي على طول ما انت في مطبخك يا فندم. عايزه سكينه ولا لا؟ سكينه. اتفضلي. ثانك يو. فميزه بقى الاكله دي ان هي سهله جدا، سريعه، ما فيهاش اي حاجه خالص، وصحيه جدا. وصحيه جدا، وتنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع حاجه للناس اللي بتشتغل ياخدوها معاهم سناك في الشغل. طب ممكن اعيد للناس لان انا عجباني جدا. ممكن. احنا هنجيب زبادي، الزبادي ده هنحطه في مصفى تقريبا، وفيها المناديل، هنسيبه 24 ساعه، الميه هتتصفى، هيبقى مركز جدا جدا جدا. ندى ندى سعد قامت عامله ايه؟ قامت جايبه بذور الشيا مع شويه عسل عليهم، وقامت مقلباه كويس جدا جدا، وبعد كده حطته في طبق، وحطت عليه جوز هند مبشور، وبعد كده حطت عليه اي فاكهه من عندنا. دلوقتي هي استخدمت الكيوي والعنب، صح كده؟ تمام. اي حاجه السيزن بتاعها تنفع انت تستخدمها. حلوة قوي. من الحاجات اللي عندنا في البيت. حلوة قوي قوي. وبعد كده هتقومي حاطة بتالي المكسرات. بعد كده المكسرات. اه. اوكي. انت عارفة ان انا قدامي دقيقة وهبدأ اوترك بقى في المكرونة توتر رهيب. المكرونة خلاص. تحفة. انا حتى عاجبني شكله جدا. ادوق بقى. لازم. ادوق ده. أنا بس دوق، حاول تاخد يعني معلقه كده يبقى فيها كل حاجه. ماشي. عشان تحس فعلا بطعم. خلصتي؟ خلصت. ده شكله. ده شكله يا جماعه اهو. هدوق يا ندى. دوق على ضمانتي.
لا ما انا متاكد والله. ايه رايك؟ تحفه. ايه رايك في الجريك يوجرت وهو معاه الفانيليا؟ حاسس بطعم الشيا سيدز اللي بيضايق ناس كتير اللي هي بذور الشيا؟ انا عاجبني جدا. انا حاسس ان انا باكل حاجه مش حاجه حلوه يعني، وجبه. حاسس ان انا باكل وجبه متكامله وطعمها حلو وصحي جدا. قوي. وده طبعا سناك، تنفع سناك، تنفع سناك، تنفع فطار، تنفع عشاء. حلوه قوي. ده بتاعي. ها بتاعي. اوكي انا اللي هاكله. كملي لنا بقى عشان ما قدامناش غير 4 دقايق هنا. خلاص احنا عرفنا التكنيك عامل ازاي. اوكي دلوقتي هبتدي ازود الصلصه. ايوه عشان عايزين نعملها بقى ايه، بينك صوص. عارف البينك صوص اللي هو بيبقى ما بين الوايت صوص. انا هسيبك انت بقى كملي بقى زي ما انت عايزه. سيبني وانت انا حبيته بصراحه. ها بس دي البينك صوص اللي هي بتبقى ما بين الريد صوص والوايت صوص. اوكي فكده حطينا الصلصه. هو ده ايه يا ندى معلش؟ دي كريمه. ودي هتحطيها دلوقتي في الاخر. اوكي هنا معانا جوزة الطيب. اوكي انا بحب جوزة الطيب جدا بس نحط منها كميه قليله. بلاش كتير. بلاش كتير. اوكي اوكي ابتدي دلوقتي نحط الكريمه. اللي يغطيها ولا حاجه بسيطه؟ لا اللي يغطيها. اللي يغطيها. اوكي ندى انا اي كانت ستوب ذس. تحفه. والله العظيم عاجبني جدا. بس الباستا دي ممكن نعمل جنبها ستيك. بس بلاش نخد اللحمه عشان الكلمه دي بتجنني. ايه موضوع نخد اللحمه دي؟ انا بص الموضوع نخد اللحمه دي ناس كتير قوي بتقولها، احنا ما بنخدش اللحمه ومهما حاولنا نعمل اللحمه مش اللي هتتخد. اللي هي اسمها الشهقه. لا 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 اللحمه اللي هو يقول لك نار عاليه جدا جدا ونخد اللحمه مره واحده، اللحمه مش هتتخد. احنا بنعمل تديها صدمه. هي احنا مش هنديها صدمه، احنا بنعمل كده ليه؟ علشان عايزين نوصل لحاجه اللي هي اسمها مايارد رياكشن. مايارد رياكشن ده اللي هو الرياكشن، التفاعل ما بين الاسيد والسكر اللي في كل الاكل اللي احنا بناكله. اوكي فالتفاعل ده هو اللي بيعمل اللون البني. فاحنا ما بناخدش اللحمه، احنا بنحاول نوصل للمايارد رياكشن. ده ليه تكنيك. ده تكنيك. ده يا جماعه الحمد لله والله احنا كنت فاكر ان احنا بنصدم اللحمه، ده طلع ان ليه تكنيك ما بين الاسيد وما بين اللي هو الحمض وما بين السكر. قدامنا قد ايه؟ قولي لنا. لا احنا خلاص يعني وير اولموست دان، بس انا مستنيه بس الباستا تستوي شويه. خلاص تعالي دلوقتي بقى ممكن نبتدي نحط الريحان اللي هو مفروم. تعالي بقى نحط الباستا. ثين كده كفايه خلاص. هنحطها في ايه بقى هنا؟ تبقى الدنتي. تحبها الدنتي؟ عارف الدنتي اللي هي زي الايطالي الباستا ما بتبقاش مهريه. طبعا ممكن نحطها في ممكن احطها ممكن هنا. استنى صح ولا تحطها في حاجه ثانيه؟ طب ما خلاص يلا. يلا يلا. انا بقول لك ايه، تحفه الجريك يوجر ده. انا مش كومبليمون. ها لا والله ما كومبليمون، حلو جدا. فاكهه كمان وكله. ايه يا ندى؟ ايه يا ندى انت لسه هتحطي معلقه؟ انت هتدلق على طول؟ يلا ندلق على طول. حطي يا ندى هنا. يلا انت فاكره ايه؟ ندى سفوت افير بتحط معلقه؟ لا ده احنا هنا في شارع النهار. بتتفرجي على شارع النهار ولا لا يا ندى؟ طبعا. وايه اكتر حاجه بتعجبك فيه؟ بص اللي شادد انتباهي قوي دلوقتي البروجرام بتاعك مينلي بصراحه، يعني مش كومبليمون مش كلام كده بس بحس ان انت متنوع، وبصراحه اي بروجرام فيه طبخ هتلاقيني موجوده على طول. موجوده معانا على طول. تعالي بقى تعالي اما ادوق. بس هتلاقيه ايه الدنتي شويه. ملح وفلفل. يلا ينفع كده؟ ينفع كده. تاكليني من غير ملح وفلفل؟ ينفع كده. شكل الطبق يهبل. ادي الملح، ادي الملح، نحط كده من فوق. ينفع ننسى ملح وفلفل؟ قولي لنفسك. ينفع قولي لنفسك. لا بقول لك ايه، انا مش هدوق معاكي، انا هدوق بعد الفقره عشان اكل براحتي. ندى سعد انت شرفتيني ونورتيني شارع النهار قناه النهار بجد والله، كانت فرصه سعيده جدا، عملت لنا حاجات سريعه وفي نفس الوقت هيلثي وفي نفس الوقت فكره جديده. ندى شرفتيني ونورتيني. ميرسي يا حسين. ميرسي جدا يا ندى. فقرات كتيره جدا جدا في شارع النهار على قناه النهار، استنوني.
ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي هنعمل لكم وصفه للبشره بالعسل والزبادي. هو الموضوع سهل جدا، ان احنا هنعمل ماسك. الماسك ده بيفيد لكل انواع البشره، خاصه البشره اللي عندها حبوب. يبقى النهارده الماسك بتاعنا لكل انواع البشره، سبيشلي للبشره اللي عندها حبوب. ليه؟ لان احنا مستخدمين وصفه فيها مكونين فقط. المكون الاولاني هو الزبادي، والزبادي من ضمن المكونات اللي فيه او من ضمن البروبرتيز او الخواص اللي فيه انه فيه الزنك، والزنك من اكتر الحاجات الكويسه جدا للحبوب. طيب ده بالنسبه للزبادي. وطبعا في حاجه، في نوع من انواع الاسيدز او الحمضيات، الاحماض الدهنيه، مش الاحماض الدهنيه، نوع من انواع الاحماض اللي بيخلي البشره فيها نضاره بشكل غير طبيعي، اسمها الفا هيدروكسي اسيد. الحاجه الثانيه اللي هنستخدمها هو العسل. ليه هنستخدم العسل؟ لان العسل فيه ثلاث حاجات. فيه هو انتي بكتيريال، يعني ضد البكتيريا، وتقريق ومطهر للبشره بشكل غير طبيعي، وفي نفس الوقت مرطب للبشره. الاثنين دول هستخدمهم مع بعض، بس لازم عشان استخدمهم صح لازم استخدمهم على بشره منديه، او الوش بيبقى في الميه. بغسل وشي بشويه ميه، وبعد كده بسيبه الوش وهو مندي، هحط عليه العسل ده، ولا منه يبقى لزج جدا من العسل، ولا منه يبقى بيست قوي، او يبقى عامل زي اللوشن او زي الكريم الخفيف جدا جدا جدا. لازم يبقى ماسك نفسه شويه. هقلبه كويس جدا، وبعد كده احطه على بشرتي من 15 ل 20 دقيقه، وبعد كده اقوم غاسل وشي كويس قوي، واستخدم تونر ميه الورد. هعمله لكم سريعا جدا. اول حاجه هستخدمها بالمعلقه بتاعتي، ممكن معلقه الخشب، هجيب عسل بالطريقه دي، اوكي، وبعد كده هقوم واخد شويه من الزبادي كده، وهقلبه كويس قوي، ولا منه يبقى لزج، وفي نفس الوقت يبقى عامل نفس تكستشر الكريم بالظبط. طيب لو انا حسيت اهو بالمنظر ده، لو انا حسيت ان هو لزج جدا، ممكن استخدم ميه ورد، هيبقى حلو قوي. طيب لما بيجي احطه على الوش بحطه ازاي؟ عندنا طريقتين. لو ولاد هي اللي هيعملوه، هيستخدموا فرشه الفرشه بتاعت الحلاقه. لو البنات اللي هم هيعملوها، هيستخدموا فرشه المكياج، وبعد كده هيحطوها على بشرتهم كله الا منطقه العين. بقى بالظبط دلوقتي اداني تكستشر عامل زي الكريم بالظبط، ولا منه لزج جدا، ولا منه ليكويد او ميه قوي. وبعد كده هحطه على وشي كله الا منطقه العين لمده 20 دقيقه. هينشف سنه صغيره، واقوم غاسل وشي كويس جدا، وبفانيلا او باشارب او فوطه قطن، بس انا بحب الفانيلا القطن، تي شيرت القطن او الاشارب القطن، وابتدي ابططه واعمل حركه التبطيط. ما بحبش اعمل كده علشان ما يطلعش الخطوط، بحب ابطط كده اكتر، ويتعامل مره او مرتين في الاسبوع. اسئله كتيره جدا 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 بتبعتوها لنا، وانا هرد عليكم بنفسي على الفيسبوك وعلى الانستجرام على حسام المراغي. ابعتوا كل اسئلتكم، هرد لكم عليها على طول، ووصفات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنونا. ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي بقى هنتكلم على انواع العسل. انا مشرفني ومنورني خبير صناعه العسل ايمان رمضان. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حسين؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايمان بقى يا جماعه، قبل ما ابدا قعدت تقول لي انت بتتاوب، انت عايز تنام، خد لك ده بقى، بس حطه تحت لسانك، بس هو ينزل في المعده عشان الانزيمات. عملت لي بقى قصه كبيره جدا جدا. من الواضح ان موضوع العسل ده سبحان الله، 1 2 3 4 5 6، وده اللي هي قدرت تجيبه، 6 الوان مختلفه. اتكلمي انت بقى ايمان. لا ده لسه كمان في انواع كتير قوي. احنا كده جبنا من كل نوع من اللي ربنا ذكره في القران، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني تقريبا صدق الله العظيم، اولا تقريبا ربنا ذكر كل انواع العسل في القران، القيمه الغذائيه الاعلى فالاقل فالاقل. فانا جبت لك من العسل الجبلي، وجبت لك من العسل بتاع الشجر، وجبت لك من العسل بتاع المناحل، وهشرح لك دلوقتي الفروقات بينهم. طب يلا ابدأي. يعني ايه الفرق ما بين لا سبحان الله، اشرحي لي كده الفرق. هو ربنا قال لك يعني يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان. حقيقي ربنا خلق كل زهره موجوده النحل يتغذى عليها، يجيب لنا براحتها فوائد بتفيد حاجه معينه. لو احنا اتكلمنا عن ده العسل السدر، لو بنسمع عنه العسل السدر اللي هو العسل الجبلي،
الملكي. العسل السدر الملكي ده من الانواع الغنيه جدا اللي قيمتها الغذائيه عاليه قوي، وبنرشحه دايما للناس اللي عندها مشاكل في الكبد لان هو ليه دور عظيم فيها ومشاكل المعده والكلام ده. كمان عندي العسل السدر الحضرمي هو الاغمق منه اللي هو لونه ده. بص كمان يا حسام لو انت شفت هتلاقي ان درجه العسل كمان العسل الجبلي بتبقى تقيله. يعني بص لو احنا انا اسفه قربنا كده شويه، لا هتلاقي ده عسل المناحل بتاعتنا، ده عسل النواره، نواره البرسيم، معروف قوي ان ده برده من احسن الانواع في مصر، والحقيقه بيتصدر منه كميات هايله بره وبيتطلب كتير قوي بره. لو ده العسل الديفولت يا ايمان اللي موجود التقليدي، التقليدي اللي كنا بنجيبه من الماركت اللي هو العسل دي النوار. لما تيجي تبص العسل السدر بتلاقيه اتقل، شايف؟ انا بس عايزه الكاميرا معايا تشوف، شفت العسل عامله ازاي؟ تقيل. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى يا حسام؟ لان انت عندك هنا النحل بيتغذى على الوفات من الاشجار الطبيعيه والطبيه اللي ربنا خلقها من غير تدخل بشري في الجبل، اعشاب بالالوفات سواء كانت طبيه او طبيعيه، بيتغذى عليها وبيجيب لك القيمه الغذائيه بتاعتها او فوائدها بشكل ناتورالي يفيدك. هتلاقي مثلا اشجار اليمن او الاعشاب بتطلع بشكل عشوائي في جبال حضرموت في اليمن مختلفه عن الاعشاب بتطلع في السعوديه، مختلفه عن الاعشاب بتطلع في الشمال. يعني كل مكان جغرافي ليه اعشاب بتطلع حسب المناخ الجغرافي فيه النحل يتغذى عليه ويجيب لنا عسل بفوائده. سبحان الله. طب هسألك على حاجة، الفرق القيمة الغذائية بتبقى ايه ما بين كل عسل؟ يعني انت دلوقتي قلت لي ده هي للناس اللي عندها كبد. اشرحي لي اكتر ده ايه. العسل السدر فيه كم فيتامينات ومعادن وبروتينات الجسم كله محتاجها، واحنا عارفين في امراض كتير قوي ليها علاقة بالجهاز المناعي، كل ما كانت مناعتك اقل كل ما تلقط جسمك يلقطها اكتر. صح. العسل السدر من اهم فوائده ان هو بيرفع جهاز المناعة، لما باخد منه معلقة الصبح كده مناعتي بتبقى في السماء، فدايما بيبقى عندي مقاومه للامراض. اما العسل بتاعنا احنا في مصر فبتلاقي النحل بيتغذى على زهره واحده، زهره النواره مثلا، فيجيب لك عسل بفوائد النواره، زهره الموالح فيجيب لك عسل بفوائد الموالح، فيتامين سي، زهره حبه البركه فيجيب لك عسل بفوائد حبه البركه مثلا. هتلاقيه بينظف الصدر جدا، هتلاقيه مليان حديد للناس اللي عندها نقص المناعه. والاهم بقى من العسل يا حسام واللي الناس بتجهله فعلا مشتقات النحل. سواء كان غذاء ملكات النحل او العقبر او السمغ اللي هو السمغ النحل او البروبلس او حبوب اللقاح، حاجات قيمتها الغذائيه جباره لو قعدنا نتكلم عنها سنين مش ممكن. دي غاليه قوي يا ايمان. هو مش موضوع غالي، لا بالعكس. حبوب لقاح النحل حاجات بتباع بالجرام، يعني انت ممكن تجيب 100 جرام 200 جرام 300 جرام، كذلك غذاء الملكات مش لازم تجيب بالكيلو. بس ده معناها ان هو لما بجيب بالجرام الغذائية ان القيمه الغذائيه جبارة. هي استيرية. يعني انا مثلا هقول لك حاجه صغيره، ها دي حاجة اسمها البروبلس. البروبلس أو العقبر. العقبر أو صمغ النحل، يعني هو مشهور بثلاث أسماء. خليكي ماسكاها شوية. البروبلس أو العقبر أهو لو عايزين نوري للناس شكله. أيوة. أو صمغ النحل. ها. أقوى مضاد حيوي طبيعي ربنا خلقه. أنا ممكن أدلق لك منه هنا عشان تبقى شايف شكله. أدلقي. طب وده أقوى مضاد حيوي طبيعي ربنا خلقه. ده عبارة عن إيه يا حسام؟ إيه بقى؟ البروبلس ده اللي هو صمغ النحل، النحل بعد ما بيجيب بعد ما بيبقى في الخلية بتاعته بيقفل على الثقوب اللي في الخلية بمادة صمغية. أيوة. يقفل عليها كنوع من أنواع الحرص إنه ما يدخلش أي فيروس أو بكتيريا أو حاجة للعالم بتاعه، لذلك هو أقوى مضاد حيوي طبيعي. البروبلس ده كارثة، قيمته الغذائية مش قادرة أقول لك لمريض الكبد ولا للناس اللي عندها مشاكل في المعدة أو للناس اللي عندها مشاكل في المناعة. البروبلس إحنا كده مجففينه، ممكن يبقى خام، ممكن يتاكل زي اللبانة. لو أكلته يعني زي اللبانة، يعني ممكن إيمان أخده كده زي ما هو؟ هو مرة واحدة في اليوم بتندخها زي اللبانة كأنها لبانة بالظبط. أوكي. أو يبقى باودر وتحطه على العسل، فتاخد معلقة عسل الصبح فيها القيمة الغذائية بتاعة العسل وفيها القيمة الغذائية بتاعة البروبلس. يعني ربنا خلق لنا حاجات طبيعية. تعالى بقى أقول لك ده لو أنت أكلته كلبان بيعمل لك إيه؟ أولاً هو بيمنع تسوس السنين. ثانياً بيعالج كل مشاكل اللثة مهما كانت. ثالثا بيقتل البكتيريا او الميكروبات اللي في الحلق واللي بيسبب دايما التهابات حلق، خصوصا في الفتره دي فتره بقى دخول الشتاء وتلاقي التهابات حلق وبتاع. لو انا باخد في الفتره دي من 5 جرام مثلا بروبلس كده وبندخهم يوميا، انا بطهر منطقه الفم دي كلها وبقتل البكتيريا اللي في الحلق وبتنزل تريح معدتي، كل مشاكل المعده بترتاح جدا. البروبلس كمان هو مفيد جدا للكبد،
مضاد حيوي طبيعي، هو عشان كده بيقول لك بيمنع الاورام السرطانيه. ليه؟ لان احنا عارفين ان الاورام السرطانيه او السرطان عموما مرض مناعي، كل ما المناعه ضعفت كل ما الجسم بيكون عنده الابيليتي ان هو يكون اورام. اول ما تاخدي ضايق ومع على طول مع هو بيرفع جهاز المناعه، فبالتالي انت بتقاوم طول الوقت اي فيروس اي ميكروب. هو سبحان الله مضاد حيوي طبيعي. انا دايما اقول يا حسام ان عالم العسل وعالم النحل ومشتقاته هو كل ما يحتاجه الانسان، مش محتاج حاجه تاني. عايز مناعه في السماء عليك وعلى البروبلس، عايز معده وقولون هايلين وكبد يشتغل مظبوط، معلقه عسل يومين الصبح على الريق. عايز باور مش طبيعي وحاله مزاجيه زي الفل وضغط مظبوط وطاقه جميله وسموم بتطردها من جسمك بشكل مستمر، غذاء ملكات النحل. عايز بروتينات بقى وبتحب الجيم والحاجات اللي الناس بتاخدها بتاعت حبوب لقاح النحل، اقوى بروتينات. قولي لي كده على حبوب لقاح النحل. حبوب اللقاح دي ها خلينا نشوفها مع بعض. يلا. حبوب لقاح النحل دي 90% من الناس ما تعرفش قيمتها الغذائيه. دي كارثه اهي. دي الحبوب احنا طبعا بنطحنها، لو حبينا ندوبها في العسل بنطحنها عشان لما ناخد معلقه العسل بحبوب اللقاح تبقى سهله، ما تبقاش بتحصل معانا، عشان كده بنطحنها. حبوب لقاح النحل كلها بروتينات. لو قلت لك يا حسام البروتينات اللي فيها اكتر من اللحمه، حقيقي اكتر من اللحمه، والكلام ده ثبت علما بالعلم. مش بس البروتينات اللي فيها كمان مهمه، لا ده كمان فيها انزيمات بتهدم البروتينات اللي فيها. يعني انت بتاخد منها بروتينات ولو انت عندك مشكله في الهضم او في المعده فيها الانزيمات اللي بتساعدك على الهضم. سبحان الله، كم بروتينات مش طبيعي يجهل قيمتها كل الناس اللي بتروح الجيم، كل الناس اللي بتلعب رياضه يعني، واللي بياخدوا حاجات كيميكلز. يا جماعه حبوب اللقاح بروتينات طبيعيه، كارثه. واكيد واكيد اكيد انا متاكد ان هي ارخص من الواي بروتينز واكتر ارخص طبعًا من الحاجات كلها اللي الناس بتقعد تجيبها وتدوبها في ميه. فانت ممكن تجيب ده تاخد معلقه عسل وهي بتقول لك ان هو بروتين موجود اكتر من اللي موجود في اللحوم والفراخ بمراحل، وكمان في انزيمات بتهدم البروتينات بتهدم ده ومفيد جدا لمرضى الكبد. كل فيروسات الكبد مفيد ليها حبوب اللقاح جدا، مفيده جدا حبوب اللقاح للناس اللي عندها انيميا، انها فيها فيتامين الف وب، فيها كل الفيتامينات، اكتر من 36 معدن متواجدين في حبوب لقاح النحل. 36 معدن، اكتر من 36 معدن. هسالك سؤال يا ايمان، العسل السدر اللي قدامك التقيل ده ده العسل السدر الحضرمي ده اللي هو بتاع جبال حضرموت في اليمن. في اليمن وانت بتقولي تقيل علشان بيتغذوا من اعشاب كتيره جدا، اعشاب كتير قوي، مش زهره واحده. يعني هتلاقي العسل المصري عندنا، انت في المنحل بتاعك او في الغيط بتاعك عامل منحل، زارع برسيم فبيجيب عسل بالبرسيم، زارع موالح فبيجيب عسل. اما العسل السدر فالنحل بيتغذى على الوفات من الاعشاب الطبيه والطبيعيه. طيب. اللي مفيش تدخل بشري فيها واللي بتبقى قيمتها الغذائيه عاليه جدا، لانه بياخد من كذا اعشاب. الطعم بيبقى بيتغير ولا هو كله العسل تقريبا اولموست واحد؟ بص العسل الطبيعي بيبقى سكروزه تحت 5%، فبتلاقي طعمه مش بيضايقك هنا. اوكي. وبيختلف طبعا عسل السدر عن عسل الزهور، ان عسل السدر بيبقى شويه زي الكراميل. اوكي. التقيل بتحس ان انت بتندغه، لكن العسل العادي المحلي انت خلاص يعني خفيف خفيف. كملي لي تاني، اجزاء ملكات النحل بقى الكبير بتاعهم. اوكي. احنا اتفقنا ان احنا هنشرح للناس شويه عن فوائد مشتقات العسل، اتفقنا ان البروبلس اقوى مضاد حيوي طبيعي، وان سهل قوي ان انا اقوي نفسي في الفتره دي اللي هي فتره دخول الشتاء بالتهاب الحلق ومشاكل الفم كلها ومشاكل المعده من خلال البروبلس. حلو قوي. الناس اللي بتروح جيم او الناس اللي عندها مشاكل في نقص انيميا او بروتينات، حبوب لقاح النحل طبعًا. طبعا وكل المشاكل بتاعت فيروسات الكبد ومشاكل المعده كذلك. غذاء ملكات النحل بقى الكبير بتاعهم ده بقى اللي هو يعني اقول لك ايه، ملكات العسل ملكات النحل اللي هي مش النحله العاديه اللي عمرها بيبقى 3 4 6 شهور، لا ملكات النحل اللي هي عمرها بيقعد ل 3 و5 سنين ده بيكون اكلها. اوكي. واللي هي وظيفتها اصلا انها تجيب نحل، تجيب نحلتها كسر، فلك ان تتخيل غذائها الوحيد اللي بيضاعف عمرها 10 اضعاف واللي بيخليها تجيب كم نحل مش طبيعي هو غذاء الملكات. طب ده ليك انت كبشر يعمل لك ايه؟ سبحان الله. هو بيعمل كده في النحل، بيطول عمره وبيزود الخصوبه دي. نحن كبشر بيظبط الضغط، بيقوي مناعتك، بيقوي الخصوبه جدا. انا اسف، الايج براكت بتاع او العمر الافتراضي للنحل قد ايه؟ اقل من سنه. اقل من سنه. اللي هم شغالات النحل، اما ملكات النحل فبيبقى بتوصل بقى لثلاث سنين وخمس سنين، واللي بتتغذى على ده. علشان كده بتتغذى على ده، فده اللي بيديلها. على فكره احنا كبشر ما ينفعش ناخد ده فتره طويله، يعني يكفي قوي ان انت تعمل نفسك كورس غذاء ملكات اسبوعين
وبعدها توقف شهر لان ده باور مش طبيعي. فحرام ان انت كل يوم تبقى بنفس الباور. يعني انا دايما اقول ناخده اسبوعين ونفس الشهر او شهرين ويرجع تاني ناخده اسبوعين. ده بيتاخد ازاي بقى؟ ده بيتاخد بحاجه زي كده. يعني الناس كلها يا جماعه اللي بتحس بهمدان، اللي بيحس ما عندهمش انرجي، ما عندهمش طاقه على طول، عندهم حاله خمول، بيناموا طول الوقت، كسل، الكلام ده كله، ايمان رمضان بتنصح ان هي تاخد غذاء ملكات النحل. غذاء ملكات النحل ده عامل زي الكريم تقريبا او اللوشن. قيمته الغذائيه عاليه جدا. هو اولا بيديك باور مش طبيعي، بيطرد السموم من الجسم، بيقوي جهاز المناعه جدا، بيظبط الحاله المزاجيه. حلو ده، هتلاقي الناس كلها عايزه تجيب. طبعا غذاء ملكات النحل انا بفضل احطه على العسل. هو الطبيعي ان انا باخد مثلا من 5 جرام او حاجه وبحطه كده تحت لساني. تحت لسانك؟ اوكي. وليه مش وليه مش بتبلعيه مثلا ولا بتاع، ولا هو خلاص انت خلاص هو كده استحلب بالظبط؟ لان هو في انزيمات وفي بروتينات بسيطه، لما انا باكله مره واحده ممكن لو انا عندي مشاكل في المعده بيكسر لي الانزيمات دي، فانا بدوبه في البق فتوصل واحده واحده للجهاز الهضمي. ليها تكنيك يعني. ليها تكنيك. او تفضيه على العسل. يعني انا مثلا اقول لك الوصفه بتاعتي اللي بعملها يوميا. يلا مثلا. يلا. بما ان ده العسل الصدر، الصدر الملكي اللي هو اهم الانواع، احب احط عليه غذاء ملكات كده. بص بقى اللي انا هقوله لك ده يا حسام، انت مش محتاج حاجه تانية على مدار اليوم. خلاص بقى، ده اداني الباور حقيقي بجد، ده مش كلام. والناس انا عايزه الناس كل كلمه بتسمعها تعمل سيرش عنها. يعني غذاء ملكات انا اديتك معلومتين من وسط 10,000 معلومه. طبعا. حبوب اللقاح اديتك معلومتين من وسط 10,000، كذلك البروبلس. الحاجات دي مفيده جدا، بس لو قرينا عنها هنكتشف فوائد ملهاش بالظبط. قلبي بقى لما انت تعمل كده عسل صدر وعليه غذاء ملكات كده، وبعدين تحط عليه شويه بروبلس وشويه حبوب لقاح، وتاخد منه كل يوم الصبح معلقه. انت عايز ايه تاني؟ ده انت عملتي وجبه دسمه خلاص. احنا كده ما انا مش هصحى بقى الصبح ادور على ده لوحده وده لوحده، انا بحط كله على بعضه اهو. وطبعا بيبقى فيه نسب مدروسه، هي ما بتتحطش كده يعني. بس انت يعني بتقولي للناس مجازا ان هي حطت اللي هو الانتي بايوتيك، مع حطت غذاء ملكات النحل اللي بيدي باور، وحطت العسل نفسه اللي ضد البكتيريا، وحطت كله على بعضه، قامت مقلبه وقالت لك تاخد معلقه الصبح. ده اللي عنده خمول، اللي ما عندوش. احنا هناخد منها دلوقتي مش الصبح كمان. ده دي اتفرج عليها انت نفسك هتحس الخلطه دي هتديك باور لمده 4 ساعات، طاقه مش طبيعيه. أوكي. غير كده كمان معلقه العسل انا لما باخدها بتعمل ايه يا حسين؟ خصوصاً حبوب لقاح النحل. حبوب لقاح النحل. جينسينج. جينسينج. أنا كده حطيت غذاء ملكات وحطيت حبوب لقاح وحطيت بروبلس. جينسينج ده نبات، يعني أنت عارف إن هو نبات مفيد جداً، بيقوي الأعصاب، بيحمي الأمراض السرطانية، حاجات كتير قوي. طبعاً. بيقوي الأعصاب جداً. للرجالة تحديداً، للرجالة دايماً بيقولوا لهم إن في حاجات كده معينة للخصوبة والكلام ده كله بياخدوا. غذاء ملكات النحل والجينسينج أنت هتشوف باور مش طبيعي لمدة 4 ساعات. لو بتروح جيم أو حاجة وأخدت حاجة زي دي قبل الجيم، لو أنت متعود تلعب رياضة وقت معين هتحس إن أنت بتضاعف الوقت وما عندكش تعب. حلو قوي. معلقه بقى من دي خلاص ده. خلاص انت مش محتاج حاجه تاني. اولا انت معلقه من دي بتنزل تنظف صدرك جدا، بتطرد كل السموم اللي في الدم، بتخلي كل جهاز من اعضاء جسمك او كل عضو من اعضاء جسمك يقوم بدوره كما يجب ومن غير ما يؤثر على العضو اللي جنبه. مكمل غذائي مش طبيعي، فيتامينات من A to Z، قويت مناعتك، ظبط كل حاجه انت محتاجها. ايمان، موضوع موضوع المعلقه، المعلقه ان احنا نستخدم المعلقه الخشب طبعا بيفرق جدا، بلاش المعاد. طبعا، لان هي بس زي ما قلت لك في انزيمات بسيطه وبروتينات بسيطه احيانا بتتفاعل مع المعدن. اوكي، دي حاجه مهمه جدا. وبعد كده خلاص زي ما انت شفت كل انسان فينا مش بيحتاج في اليوم اكتر من كده يا حسام، معلقه واحده بس. حقيقي انت مش هتحس بقيمه المعلقه دي غير كمان 10 دقائق، هتحس ان عندك باور مش طبيعي. غير كده كمان انت نظفت صدرك. هاتي بقى انت هتقولي لي بقى حاجات. يعني انا عايز اخد باور. انا نفسي اخد باور قبلك. انا هاخد باور. لازم ميه بعد العسل، لان العسل بيبقى تقيل على المعده. بص انا باخدها ازاي كده مره واحده كانها دواء، مش ماليش دعوه طعمه حلو ولا وحش. دواء مفيده. انا مالي حلو ولا وحش؟ مش وحش. مش حلو بس. لا مش وحش، عادي. نل يعني مش حاسه بتاع، عادي جدا بجد. ايه تاني يا ايمان؟ عايز تقولي حاجه تاني ولا خلاص؟ عايز اقول لك
انا مبسوطه قوي بالتطور بيحصل في مصر في موضوع العسل الحقيقي. يعني كان لسه في انتوا عارفين كان لسه في مهرجان سبب استضافتنا وشرف لينا ان ربنا يخليك تسلم يا حبيبي. انه في كان يوم اليوم مهرجان العسل العسل في مصر ابتدع او حصل ان بقى في مهرجان العسل وهو كان يوم زي ما بيقولوا ايه بيكرموا فيه العسل خلاص بانواعه الناس بقى عندها توعيه بشكل تاني. يعني لحد فتره قريبه عايزه اقول لك ان معدل بيع المربى والحاجات الحلوه في مصر اضعاف 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 بيع العسل، مع ان العسل من حاجات ربنا ذكرها في القران وما زلنا طبعا. وده كان سبب ان احنا عملنا المهرجان عشان ننوه للناس يا جماعه العسل مهم على سفرتنا. تبتدي الناس تسال على العسل امتى؟ يعني احنا مثلا في الشركه عندنا تبتدي الناس امتى تيجي تسال على العسل؟ لما الدكتور يقول لها فيروس سي محتاج للعسل، مشاكل التبويض محتاجه للعسل، ابنك عنده ضعف مناعه اسال على، فلاقيهم جايين احنا عايزين ندور على حاجه رفع المناعه. عايزين يا جماعه واحنا نهتم بالحاجات اللي ربنا ذكرها لما نتعب. لا العسل لازم على سفرتنا معلقه واحده الصبح، انت مش محتاج تاني. لا ده لا لا ده ده بحر بحر. انا عايزه اقول لك كل الناس اللي عندها مشاكل في المعده ومشاكل في القولون ومشاكل في الجهاز الهضمي عموما، جرب تاخد عسل لمده اسبوع وكانها ما سمعتش حاجه مني، هي نفسها هتشوف هتحس بيه. انا متاكد ان الناس هتحس اللي عندها لو انرجي او ما عندهمش طاقه هيحسوا بباور بشكل غير طبيعي. ايمان رمضان انت شرفتيني ونورتيني خبيره صناعه العسل بجد، قعدتي تقولي لنا على الفرق ما بين الالوان، الفرق ما بين التكستشر او الملمس، انتي بايوتك طبيعي، غذاء ملكات النحل، كميه حاجات غير طبيعيه. قلتي لي الانتيبيوتيك ده اسمه ايه؟ البروبلس او عكبر او صمغ نحل او صمغ الصمغ اللي هو الماده الصمغيه اللي بتقفل بيه النحله الخليه بتاعتها عشان تحافظ عليها من بكتيريا وفيروسات، فطبعا مضاد حيوي طبيعي جدا. طب اسالك سؤال بالمره، شمع عسل اخبرنا معاه ايه؟ جبار اما تحفه جبار. شمع العسل احنا بنستخدمه واحنا في شركتنا حقيقي بنتميز باحلى شمع في مصر. شمع العسل عموما هو بيعالج مشاكل الجيوب الانفيه، طبعا كل الناس عندها مشاكل جيوب انفيه تندغ مرتين ثلاثة شمع العسل في اليوم، ومكمل غذائي حلو جدا وبرده مفيد لمرضى الكبد. كل انواع العسل هتلاقيها ليها علاقه بالجهاز الهضمي بالذات والمناعه، لانه انا بيبقى عندي قلق بشكل غير طبيعي من الناس اللي بتاخد الجانك فود واللي بياكلوا حاجات السخنه في البلاستيك والحاجات دي كلها، لان هي لا قدر الله لا قدر الله بتزود من الخلايا السرطانيه اللي هي بتبقى بسبب قله المناعه اللي بتزودها جدا انواع كل العسل اللي الامراض الكبيره ليها علاقه بجهاز المناعه. لذلك انت طول ما انت بتاخد حاجات بتشتغل على جهاز المناعه طول الوقت بفضل الله تعالى انت تدي الامراض الكبيره. وعلشان كده كنا جايبين لكم بقى ايمان رمضان النهارده خبيره صناعه العسل، شرفتيني ونورتيني في شارع النهار في قناه النهار. ولو فاتكم اي حاجه في الفقره دي ادخلوا طبعا على اليوتيوب او على السوشيال ميديا اللي ظاهره قدامكم في الشاشه. شرفتيني يا ايمان. ميرسي يا حسام، شكرا جدا. فقرات كتيره جدا على شارع النهار في قناه النهار. استنوا ورجعنا لكم الفاصل. معنا بقى فقرة جديدة جدا، هي فقرة الأجانب المقيمين في مصر. الأجانب المقيمين في مصر هيبقى فيه تبادل ثقافات. يعني النهاردة مثلا هيبقى مشرفني ومنورني أستاذ باسكال موران. أستاذ باسكال موران هيقول لنا النهاردة إيه الحاجة اللي افتقدها في فرنسا وعايز تبقى موجودة هنا، إيه الحاجة اللي تعلمها هنا، إيه الحاجة اللي هو بيحبها. هنقعد كده ندردش مع بعض، يعني فرنسي مقيم عايش في مصر مع واحد مصري. هنفضل إزاي حضرتك؟ تمام ميرسي، كل حاجة تمام. أنا أشكرك جدا. أنا اللي بشكر حضرتك. بقالك قد إيه عايش في مصر؟ 22 سنة. أنا جيت في السنة 97. أوكي. وأنا جوزت في السنة 99 مراتي مصرية داليا. لا برافو. لا برافو. انا مش عايز مشاكل. مش عايز مشاكل. احنا كده عرفنا اول حاجه اتعلمتها ازاي يعني تحافظ على مراتك وازاي تاكل عيش. اكزاكتلي. فولا يعني انا مبسوط جدا جدا في البلد دي. نمره واحد. بلد يعني فظيعه. انا مسافر كتير في العالم فنعرف حاجه كتير. مصر عجبني جدا من اول يوم. طب قول لي حضرتك جيت ليه؟ انا جيت كده مش عايز اقول صدفه، يعني انا جيت من المانيا من انا اشتغل هناك، وفي بروجكت جديد نزل في مصر وفي مدير فرنساوي جيت هنا في مصر وعايزني عشان انا اشتغل تحته فكلمني وانا اقول ولا طول. يعني مصر دي حاجه بالنسبه لي الفرنساويين دي حاجه كويس جدا.
عشان مثلا في المدرسة أنا كتبت كتير من الهيستوري في 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 مصر، البيراميد، كليوباترا، نابليون، كل ده يعني بالنسبة لي الفرنساويين دي حاجة مهم جدا. وإيجيبت من الأول في فرنسا بالنسبة للناس حاجة بالقلب، حاجة كويس جدا، حاجة كبير وحاجة لذيذ قوي. فبالنسبة لي I was fascinated عشان تسافر مصر. آه كان نفسك fascinated يعني كان عندك انبهار. Exciting يعني فما قصدي فمن ناخد التشالنج ده وأنا أقول آه أنا مسافر مصر عشان أزهر في البلد دي. بالنسبة لي دي historical يعني بالغير طبيعة، حاجة جامدة جدا. History تاريخية. فخلاص أنا قلت أوكي يعني ما أنا روحت وأنا مفروض أنا جيت هنا بكونتراتو سنتين. وعجبني جدا جدا فانا قلت الناس ممكن انا اخليك وبتاع، فالناس اقول تنمرني وبتاع وبعد كده بقى ايه اللوف ستوري مع مصر بجد يعني. طب ايه اكتر حاجه اول ما شفتها في مصر بهرتك يعني كانت يعني you got so much excited when you saw؟ بص ايه ما اعرفش لازم انا اقول كده ولا لا، بس يعني انا فاكر اول يوم انا جيت من المطار على الشغل اول يوم ال 30 كيلو دول، انت عارف انت خليك في البلد ولا لا عشان انت تشوف حاجه كتير لذيذ وحاجه كتير غريب شويه. فيك زعمه الناس جاي من الشمال من يمين من فوق. اكتر حاجه الترافيك. الترافيك برضه يعني انا بهب الدوشه شويه يعني، دي مش حاجه انا مش راجل ريجيد قوي بالمنتاليتي زي مثلا الماني كله لازم ستريت ويمشي يعني صح مظبوط 100%. نو انا بهب برضه شويه ايه اللي هو الدوشه والزعيق اللي هو مش كل واحد في حاله، اللي هو مش كده تحب كده. الفرنساويين كده على فكره مش كله ريجيد قوي عشان في ناس كتير مثلا انا الفاميلي بتاعتي اسبانيولي وايطالياني. اوكي. فالايطاليا والاسبانيا عنده تقريبا نفس الطم الناس الكاركتير الدوشه الصوت عالي بيحب تكلم كتير. انا تخيلت ان الفرنساويين مش كده خالص، انا تخيلت ان الفرنساويين دلكت كده وهاديين ومفيش الدوشه ومفيش الزعيق كتير وكده. في وفي طبعا من انت نزل في الساوث في فرنسا الناس اكلم اكتر ورياكتيف اكتر من النورث زي في ايطاليا. من تروح نابولي وانتروح ميلانو في فرق جامد جدا. نابولي بقى كلاكسون وترافيك عالي وبتاع وكده، ميلانو شيك وإليجانت وبتاع زي باريس ومارسيليا. اوكي. وده الموضوع. نفس الفكره ان هو بيبقى فيه هنا عندك حاجه وهنا وعندك حاجه هنا. كلمني عن الفرق ما بين المطبخ المصري والمطبخ الفرنسي. دايما يقول لك لو في حاجه فرنش كوزين او كده بيبقى الفرنش كوزين بتبقى حاجات بوتيت قوي او حاجات صغيره. المطبخ المصري طبعا احنا عارفين محتاج كده المحاشي، انا اكل بلايون انا اكل بلايون زي الناس. قول لنا الفرق بقى ما بين الاثنين يعني. بص خد بالك الاكل البوتيت ده دي فاشن من سنه الثمانينات والتسعينات. في حاجه اسمها نوفيل كوزين. النوفيل كوزين ده النوفيل كوزين المطبخ الجديد. نوفيل كوزين. نوفيل كوزين يعني نوفل. حاجه فاشن كده، انت عامل حاجه ديزاين وكولور وبتاع، بس في الاخير ما فيش شكل في الطبق. هو انا بقى عايز اسالك سؤال، انتوا بتاكلوا يعني مثلا ممكن واحده ست تقعد قدامها النوفيل كوزين او الحاجات الصغيره دي وتاكلها وتشبع وتقوم وهي شبعانه؟ لان احنا انا عندي بص كل الموضوع ده كولتور. It's a cultural issue. يعني في الاخر يعني الكولتور اللي هي الثقافه بالضبط. يعني مثلا يعني لون ال- 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 الاكل الفرنساويين زي الاكل المصريين الاكل البيتي، والاكل البيتي الاكل كويس. يعني في ده الاساسي. بعد كده في السوفيستيكيتد، في الحاجات اللي اسمها الستار ميشلان. الستار ميشلان ده النجم ميشلان، دي الجراديويشن من الشيف ممتاز. فانت عندي ثلاثة نجم، الثلاثة نجم دول انت ايه عامل الاكل بالغير طبيعي، حاجة غريبة جدا بالبورشن صغيرين. وانت عندي مثلا في المنيو 8 تتبع مختلفين شغالين مع 8 نبيت مختلفين عشان نبيت شغال مع الاكل. فكله ده كولتور.
دي حاجه مختلف خالص بالابروتش من الناس اللي اكلنا في مصر او المطبخ البيتي من فرنسا. طب عايز اسالك سؤال، المطبخ البيتي اللي في فرنسا في اكلات دسمه زي هنا؟ في محشي ورق العنب، محشي في محشي معروف جدا في نيس عنده اسمه لي فارسي. Alors, sorayarin, bardo, outa, basal, felfel, koloda, marchi, marchi bel rose ou bel larma mafouma ou haget zakeda. Ando ko marchi krump? Ah, bardo, cabbage. Stuffed cabbage, yeah, stuffed marchi krump, taban. Ok. But mish spicy zay fel mas. مش سبايسي زي مصر. مش حراق زي اللي موجود في مصر. بقى الـ في البلد فاكر اليوم واحد انا اكلت عند سربي الكرومب مارشي عند بدرشين الناس عملوا سبايسي بالغير طبيعي. انا اشرب 3 لتر ميه بعد كده عشان تخلص. علشان تقدر بعد كده تعرف تظبط نفسك علشان تعرف تقعد بعد كده. ايه اكلته من بره عندنا؟ ايوه مونبار طبعا. عندكم في فرنسا مونبار؟ برضو يعني استاذ باسكال مش مونبار قوي يعني عندي السوسيس مفروم مش زي المونبار. ثواني بس، في فرق بين المونبار والسوسيس المفروم؟ نو انا بقول لك المونبار من ايوه بالظبط. لا انا عندي حاجه كتير من ده. انا اكلت الاسكالوب الترايبس، ما اعرفش الترايبس بالمصري ايه. الترايبس اللي هي المسلز ده. الريش فانا عندي كله ده. انا عندي زي الكوارا الفيل فوت الفيل شينك البتلو. بس يمكن عشان حضرتك شاف بتحب تدوق كل الاكلات، بس هل فعلا انت يعني يعني يو ار انجويينج طعمها التيستينج بتاعها وكده، حابب فعلا طعمها، ولا علشان خاطر حضرتك بتحب تدوق كل حاجه وخلاص؟ لا انا بحب تدوق كل حاجه، بتحب تدوق يعني حاجة. مثلا في مصر انا جربت كل حاجه. انا اروح في كذا بيت كده عنده طباخين قديم عمل الاكل القديم. طب ايه الاكله اللي ما حبيتهاش المصريه؟ بص انا عندي مشكله من الملوخيه بالنسبه لي. دي احلى حاجه. كويس قوي بس التكستشر نفسه مش يعني ستيكي اللزج. التكستشر نفسه الملمس بتاع الملوخيه بالنسبه له لزج شويه. والباميه. طب وتعرف الويكا؟ طبعا الويكا. بتحب الباميه ولا الويكا ولا الاثنين ما تحبهمش؟ لا الويكا اوكي. الويكا فاين مع حضرتك. طيب قول لي ايه اكتر حاجه في مصر ككالتشر او كثقافه او ككده او ناس او قعدات او كده حبيتها قوي، يعني حاسس انه حاجه جميله جدا وحاجه لذيذه جدا حبيتها في مصر؟ عاده تراديشن؟ لا بص يا دريتك، نمره واحد انا عندي هز كبير جدا عشان من 22 سنه في مصر. انا شفت ناس، انا اشتغل مع ناس، ناس من فوق ناس من تحت كويسين جدا جدا جدا، محترم، طيبين. المصريين طيبين يعني البوبوليشن نفسه ناس كويسين جدا جدا. وانت بيش حاش 20 سنه في البلد وانت ما بيعبوش، مستحيل. ايوه طبعا. فانا عندي هذا كبير عشان انا اشوف ناس كبير هنا في مصر. انا مش هكلم على فوق وتحت بالموضوع السوشيال ليفل والكلام ده كله، وانا هكلم بالقلب الكبير. المصريين عنده قلب كبير وبجد يعجبني قوي، عشان كده انا الحمد لله انا موجود في البلد ومبسوط جدا انا في البلد. واحنا مبسوطين اكتر لحضرتك عندنا في بلدنا في مصر، شرف لينا. ايه الحاجه اللي نفسك تشوفها في مصر تبقى كويسه، او بتقول يا بس لو الموضوع ده ظبط؟ يعني اخبار الايجيبشن تايم معاك ايه؟ الوقت المصري انتوا عندكم برضه في فرنش تايم او الوقت الفرنساوي، ولا الناس مظبوطه في الوقت؟ بص يا دريتك كله ممكن. عايز اقول لك على حاجه، انا اشتغل مع سواق مصري جايب للوقت مظبوط وقبل للوقت برضه، يعني فكله ده المنتاليتي، مش حاجه تشاي سوي بالمصريين جد بياخر ومش بياخر. ده جاي من منتاليتي الناس، مش حاجه دي بالدماغ الناس، مش حاجه عشان انت مصري انت جاي بياخر. لا ده غلط، في مصريين جاي بالوقت مظبوط. اوكي.
فالترافيك بالاسف طبعا عمل مشاكل. مثلا اول امبارح انتوا شوف الجو شكل ازاي الترافيك المرور المرور اول امبارح انا قاعد في البيت عشان ما داش نزل البيت عشان المايه لا فده يعني اوكي. والترافيك زعما بين طرف الساعه كام الساعه كام من 7 ل 5 من 9 ل 11. طب ايه الحاجه اللي انت اتعلمتها من المصريين؟ يعني ممكن مثلا ابقى انا عايش مع حد فرنساوي اتعلم منه الاكلات مثلا فرنسيه او حاجات كده. ايه الحاجه اللي اتعلمتها من المصريين ممكن مثلا زمان وانت صغير ما تبقاش مثلا بفكر معاك صغير ويلكم الناس قوي وييجوا بس لما في مصر مثلا يلا كلكم تعالوا وبيتنا مفتوح في اي حاجه. ايه الحاجه اللي اتعلمتها من المصريين؟ بص يا دغيتك الحاجه الوحيده جبني هنا في البلد ومش موجود قوي دلوقتي في فرنسا الفاميلي لمة العيلة بالظبط كده. ده بالأسف في فرنسا دي بعيد شوية دلوقتي. ده في مصر أنا عندي لسه الفاميلي والفريندز يعني الاتموسفير من الناس مع بعض أقوى من في أوروبا. أوكي. وده حاجة كويس قوي كويس جدا. فأنا مبسوط جدا بالموضوع ده. One of the main reason أنا موجود لسه في مصر الموضوع ده. واحد من الأسباب الرئيسية لوجود أستاذ باسكال في مصر هو إن الناس كلها عشرية والناس كلها بتتجمع مع بعض والبيت مفتوح والعيلة كلها مع بعض وده مش موجود قوي في البلاد الأخرى. حضرت فرح شعبي قبل كده؟ شوية. إيه أكتر أغنية بتحبها؟ معلقة معاك كده. العنب العنب انتوخ ايه ايه ما اعرفش اسمه إيه؟ الناس دول حنتوخ حنتوخ اركب الحنتور وايه تاني ايه لا غني لنا مش مشكله لو عايز لا انا وحش جدا لا ما بتقلقش كلنا بت يعني مرجيها الدنيا زي المرجيحة اوكي بس ده لذيذ قوي. وبالاوراني المعروفين طبعا الناس المعروفين في البلد بهبوا كمان يعني ناس زي عمرو دياب وتامر حسني ناس زي دول عجبني قوي. طب ما تقول لنا كده اي حاجه انت حافظها وانا هغني معاك. على فكره انا مش بعرف اغني بس هغني معاك انا ما عنديش مشكله. الاوراني الاحسن انا كويس بيه بالفرنساوي. طب غني لنا اغنيه بالفرنساوي شوف بقى يلا بقى ما هو تبادل ثقافات بجد حرام عليك. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas je vois la vie en rose. Edith Piaf. Edith Piaf خلاص كده يعني احنا ده اللي انت غنيته لنا. طيب بقى كفايه بقى انت عايز نعمل كونسرت حته مصري بقى جمله مصري جمله مصري ليلى بلينا كده وانتو الاخضر. طب هتكمل يعني انا اعرفه بس يعني مش قوي كده. طب خلاص وقول لي ايه اكتر حاجه حاسس ان هي لو اتعملت في مصر هتفرق قوي يعني بتقول ايه ده دي لو كانت موجوده هنا يعني ممكن نبقى في حته ثانيه ممكن نبقى في حاجه ثانيه. يعني انت مثلا بتحب الترافيك حتى بالرغم ان الترافيك او المرور بيبقى زحمه بس ممكن وانت بتبص كده بتقول الله ده لو احنا مثلا ده اتغير او ده ظبط الدنيا هتبقى كويسه قوي قوي. طبعا في حاجه كتير كده بتخد بالك على حاجه. فرنسا عندي دلوقتي تقريبا 60 مليون ناس. اوكي. من انا جيت هنا في مصر في السنه 97 في 60 مليون. اوكي. دلوقتي في فوق ال 100 مليون. وفرنسا؟ لسه 65. طب ده معناها ان مصر ولاده ليه ما بتخلفوش في فرنسا ولا ايه؟ فالبلد تزيد 40 مليون ناس على 20 سنه دي كتير جدا. فيعني ما انت عايز اعمل الستركتورز الجديد وعايز اعمل حاجه جديد وانت عايز اعمل توتش والكلام ده كله انت محتاج وات بس البوبوليشن تطلع بسرعه فانت ما عنديش وقت عشان تظبط شويه حاجات صغيرين كده. اوكي يعني حضرتك بتقول يعني ان اذر ووردز يعني ان لازم يبقى فيه تنظيم للاسره اكتر علشان خاطر البلد تعرف يعني تبقى يعني تسيرف او تخدم اكتر الشعب ما يبقاش فيه بالظبط انت تديني السيرفيس مظبوط
انا عندي مشكله بالسيرفيسز في فرنسا والبوبوليشنز غالي زمان. فدلوقتي انت عندي 40 مليون على 20 سنه، فالسيرفيسز لازم ايه ديكوبليت وتريبليت. ايوه ما فيش الكلام ده يعني ما تاكس تايم يعني ما ناخد وقت كتير جدا. بس كويس كويس ان احنا بنقول للناس اللي حضرتك بتقوله ده، لان ده فعلا ده احساسك ومحتاج تقوله. ايه الحاجه اللي لو حضرتك رجعت فرنسا هتفتقدها جدا جدا في مصر؟ انا بقى في مصر حاجات قديم في فرنسا اسمه السيستم دي هنا في مصر. يعني الناس اللي في مصر عنده مشاكل مثلا في سولوشن في الاخير، يعني ما فيش حاجه ستوك. فما قصدي الناس مش حد كده ولا خلاص مش زبطوا. انت كل مره عندي واحد فنان عندي فكر كويس وزبط الموضوع في الاخير، ده الحاجه كويس الابني هنا في مصر. يعني ده لازم انت تاخد الوقت وما تلاش الموضوع تتزبط. يعني من اكتر الحاجات اللي حضرتك اتعلمتها في مصر ان كل الناس اللي انت قابلتهم في مشكله في حل لكل مشكله، مفيش حد استكت، مفيش حد بيقف في الاخر كده يقول لك انا مش عارف اعمل حاجه، كله عمال يفن وكله عمال يبقى فيري كرييتيف ويبقى عنده شويه حاجات تانية علشان يعرف. عشان المصريين عنده تالنت، في تالنت كتير في مصر، في ناس كتير عنده تالنت بجد. ايه اكتر تالنت شفتها في حد مصري وانبهرت كده وبسط مثلا؟ مش جيت كده بسرعة، بس يعني أنا فاكر اليوم واحد أنا عندي من زمان أنا عندي حفلة 500 فرد. أوكي. عندي حفلة كبيرة 500 فرد، والحفلة الساعة 9 بالليل. أوكي. الساعة 7 بالليل ما فيش أي حاجة جاز. ما فيش إيه؟ ما فيش أي حاجة جاز. مش جايزين. أوكي. الساعة 7 بالليل مش جايزين. أوكي. فطبعا انا جننت. اوكي اقول الحفله بعدين ساعتين وما فيش حاجه جاهز. الاسيستنت بتاعتي جت تقول مستر باسكال ما تقلقش انا ظبطت الموضوع. واخد تليفون جت جيش 150 واحد جت من فين ما اعرفش وظبطت الموضوع، والساعه 9 انا افتح والدنيا تمام وزي الفل. شفت بقى؟ شفت ده احنا مفيش حاجه بتقف قدامنا اهو علشان تبقى عارف. ده عجبني جدا ويعني مش عايز اقول لك انا فرحان اليوم ده قد ايه. يعني انا قلت ان شاء الله يعني انبهرت، قلت بقى ده انا كده في المكان الصح. استاذ باسكال انت شرفتنا ونورتنا في شارع النهار وفي قناه النهار وفي مصر كلها، وانا مبسوط جدا جدا ان حضرتك مقيم في مصر وبتقول حاجات ايجابيه جدا يمكن ناس كتيره مش شايفاها. يعني حضرتك شايف ان الترافيك ده فاليو اد او فاليو او فاليو او حاجه قيمه مضافه لينا، ان الناس كلها مفيش يعني ان حضرتك شايف انه انه ان حلو ان الناس كلها تتعامل بطبيعتها، ان الناس كتيره طيبه، ان مفيش حاجه بتقف قدام حد. انا مبسوط بده جدا. تحب تقول للناس ايه؟ المصريين أنا بحبك جدا جدا جدا. يا سلام، ودي أحسن حاجة نختم بيها فقرتنا مع أستاذ باسكال. فقرات كتيرة جدا في شارع النهار على قناة النهار. استنوا